وادي ابو تريكه وبيحطها حلو وبيحطها حلو وجول جميل جدا صعبه وامكانيه وجول وجول ابو تريكه جول ابو تريكه. قبول طعن ابو تريكه واخرين على قرار ادراجهم بقوائم الارهاب والمنع من السفر. نقلا عن الصفحة الرسمية للمصري اليوم، قضت محكمة النقد المصرية السبت الموافق 15 من مايو عام 2024 بقبول طعن 1500 متهم سبق وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر ووضعهم على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة وإعادة نظر القرار أمام محكمة الجنايات، إذ يضم القرار لاعب المنتخب الوطني سابقا محمد أبو تريكة. كما تقدم 121 متهما بطعن على ذلك القرار الصادر فيما سبق من الجنايات وذلك بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية. فقبلت محكمة النقض الطعن للطاعنين وغير الطاعنين ليعاد نظر القرار أمام دائرة جنائية أخرى. كانت محكمة النقض أصدرت قرارا بإدراج العديد من قيادات جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وتقدم عدد كبير من المحامين بالطعن على الأحكام الصادرة، وصدر ذلك الحكم بقبول الطعن وإعادة النظر مرة أخرى أمام محكمة الجنايات. وأما عن محمد أبو تريكة كلاعب كرة فهو أحد أشهر لاعبي كرة القدم المصرية والإفريقية على مر التاريخ. التونسي لمسة من عماد متعب، مرتدة، تصويب، وجول جول جول جول. الهدف الأول للنادي الأهلي محمد أبو تريكة. حيث نال محمد أبو تريكة البالغ من العمر 45 عاما والملقب بالماجيكو نجومية كبيرة بفضل مهاراته الكروية المتميزة والعديد من الألقاب التي حققها سواء مع المنتخب المصري أو النادي الأهلي. حيث بدأ محمد أبو تريكة حياته الكروية في نادي الترسانة ناشئا، ثم انضم إلى الفريق الأول وساهم في صعوده إلى الدوري المصري الممتاز حيث لعب معهم لأربعة مواسم، ثم انتقل أبو تريكة بعدها للنادي الأهلي حيث حقق سلسلة من البطولات والإنجازات على الصعيدين المحلي والعالمي. ومن أبرز إنجازات أبو تريكة مع الأهلي الحصول على برونزية كأس العالم للأندية عام 2006. الفرعون الصغير مركز، كرة ممتازة، جول 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 جول، هدف من الراية. الفرعون الكبير، أي خوفه وأي خفرة وأي منقرة، آه يا أبو تريكة. حيث توج بلقب هداف البطولة بالإضافة إلى الفوز بخمس بطولات دوري أبطال إفريقيا في عام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013. كما أحرز محمد أبو تريكة 4 بطولات كأس السوبر الإفريقية و7 بطولات دوري و3 كؤوس مصر و4 كؤوس سوبر محلية. وفي عام 2012 انتقل أبو تريكة إلى نادي بني ياس الإماراتي على سبيل الإعارة، إذ فاز معهم ببطولة الخليج للأندية لكرة القدم، ثم عاد إلى الأهلي في عام 2013 محققا بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 5 مع النادي. وبعد انتهاء البطولة أعلن محمد أبو تريكة أن مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية ستكون آخر محطاته في مسيرته الكروية. أبو تريكة هدافا تاريخيا للفراعنة في دوري أبطال إفريقيا. بدأ محمد أبو تريكة مشواره الدولي مع المنتخب المصري لكرة القدم في عام 2001، وخاض تصفيات كأس العالم لعام 2006 كلاعب أساسي لأول مرة، ثم تألق في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 حيث أحرز هدفين وسجل الركلة الترجيحية الأخيرة والتي ساهمت في فوز المنتخب المصري بالبطولة. ثم كرر أبو تريكة هذا الإنجاز وذلك بالفوز بنفس البطولة عام 2008 للمرة 2 على التوالي. شارك محمد أبو تريكة في بطولة كأس العالم للقارات عام 2009 حيث قدم مع فريقه أداء فنيا عاليا بما في ذلك الفوز على المنتخب الإيطالي بطل العالم في ذلك الوقت. نال محمد أبو تريكة جائزة الكاف لأفضل لاعب إفريقي 4 مرات وهو صاحب الرقم القياسي لهذه الجائزة. ويعتبر أبو تريكة الهداف التاريخي لدوري أبطال إفريقيا برصيد 33 هدفا، وكذلك الهداف التاريخي لدرب القاهرة مباراة القمة التي تجمع بين الزمالك والأهلي
الأهلي برصيد 13 هدفا، كما يعد أحد أعضاء نادي الفيفا المئوية برصيد 105 هدف. وفي عام 2014 اختارته الفيفا ضمن أفضل لاعبي كأس العالم للأندية في تاريخها، واختير هدفه في مرمى هيروشيما كأفضل هدف في تاريخ البطولة، كما اختاره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف كسفيره للكرة الإفريقية في نفس العام. وفي يناير عام 2016 صنفه الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم ضمن قائمة أساطير كرة القدم، وفي مايو عام 2016 كرمه الفيفا ضمن مجموعة من أساطير كرة القدم في حفل كونغرس الفيفا 66 بالمكسيك. حقق محمد أبو تريكة العديد من الألقاب الفردية على المستويات الإفريقية والمحلية خلال مسيرته الكروية، مما جعله واحدا من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية والإفريقية والعربية، وأحد الأساطير في تاريخ النادي الأهلي. أعلن أبو تريكة اعتزاله الرسمي لكرة القدم في ديسمبر 2013، واتجه بعدها إلى العمل كمحلل رياضي في قنوات بي إن سبورت منذ كأس العالم 2014، وما زال مستمرا حتى الآن. أما عن اعتزال أبو تريكة الاحتجاجية عقب أحداث استاد بورسعيد الدموية في فبراير 2012، والتي راح ضحيتها 72 مشجعا من جمهور النادي الأهلي، أعلن محمد أبو تريكة حينها اعتزاله كرة القدم إلى جانب لاعبين آخرين. ووفقا لصحيفة اليوم السابع المصرية، أخذ اللاعب على نفسه وعدا بعدم اللعب في أي بطولة مصرية محلية لحين استكمال محاكمة جنات حادثة بورسعيد والقصاص الكامل منهم. ولكن بعد مرور بضعة أسابيع على الحادث، ونظرا لارتباط النادي الأهلي بمبارياته الإفريقية، قرر أبو تريكة التراجع عن قرار اعتزاله والعودة إلى التدريبات. وفي نوفمبر عام 2013، وبعد خسارة مصر فرصتها للتأهل إلى كأس العالم 2014 أمام غانا، تبدد أمل أبو تريكة في اللعب في كأس العالم بعد تجاوزه سن 34 عاما، وأعلن عن نية الاعتزال. حاول مسؤول النادي الأهلي إقناعه بالتراجع عن قراره، وبعد محاولات عدة قرر أن تكون بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2013 في المغرب هي نهاية مشواره الاحترافي في كرة القدم، ليعلن اعتزاله رسميا في مساء يوم 18 من ديسمبر عام 2013. وفي يناير عام 2014 أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن فوز أبو تريكة بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، ليصبح أول لاعب كرة قدم يحصل على جائزة رسمية بعد اعتزاله. وبعد أن قام محمد أبو تريكة بالاعتزال، قرر الدخول في مجال العمل الإداري في كرة القدم بعيدا عن التدريب والإعلام، حيث سافر إلى أوروبا للحصول على دورة تدريبية في الإدارة، وخضع للدراسة والتدريب في ألمانيا، ولكنه لم يستمر طويلا في هذا المجال. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ساعتها داخل المنطقة، وادي أبو تريكة وبيحطها حل وبيحطها حل، وجول جميل جدا، صعبة وإمكانية، وجول وجول أبو تريكة، جول أبو تريكة. معلومة من التاريخ الإسلامي.